نستكمل بقية أخبارنا ولسه موجودين في الدوري الإنجليزي. توتنهام بيعيش فترة سيئة جدا في الماتشات الأخيرة، وفي كام يوم بتهتز شباكه بعشر أهداف، 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف في الدوري الإنجليزي. خبر كمان سيء بالنسبة لكل جماهير السبيرز، إن نادي توتنهام الإنجليزي بيعلن عن غياب حارسه هوجو لارس لنهاية عام 2019 بسبب الإصابة اللي تعرض ليها الحارس الفرنسي. الإصابة هي خلع في الكوع خلال مباراة برايتون اللي كانت يوم السبت اللي فات في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، واللي انتهت بخسارة الفريق اللندني ب3 أهداف مقابل لا شيء. وشارك لارس في المباراة أساسياً قبل أن يخرج بعد عدة دقائق عقب تعرضه أكيد للإصابة، وخضع لارس لكشف طبي جديد صباح اليوم الاثنين، وتأكد أنه لا يحتاج لجراحة في اليد بسبب الإصابة، لكنه بيعاني من خلع في الكوع وتمزق في أربطة اليد، لذلك لن يعود إلى التدريبات قبل مطلع عام 2020 اللي جاي. كمان هيحصل لارس حاليا على فترة راحة على أن يؤدي برنامج تأهيلي في الأسابيع اللي جاية استعدادا لعودته للمشاركة مع فريق توتنهام.